السلام عليكم ورحمة الله اليوم جيت نعود لكم مشكل ديالي أنا كان الزوج ديالي هو اللي كي يصرف عليا وعلى خمسة ديال الوليدات وقع لي واحد المشكل هو غير بائع متجول ناقش مع القيد وشدوه في الحبس وخلاني دابا مع خمسة ديال الوليدات كان تبيع وشري بائع متجول بالكروسة وكل مرة فين كيمشي كي مرة غير كاسكروطة سندويشات ووقع واحد المشكل هكايا كتعرف دابا الانسان دابا مع الحملات كاينين بزاف ديال الكراراس وداكشي وكيمنعوهم من البيع والشراء صافي هو يا معاه كيصرف كي على وليداتو خاصو ضروري باش يوكلهم ويشربهم ناقش هو ويا مناقشه صافي ها آه. آه. شدوه تناقش مع القيد شدوه في الحبس وخلاني مع خمسه ديال الوليدات انا ما لاقيه ما نصرف عليهم ما كنعرف نخدم ما موالفاش بالخدمه داروا لي اهانه موظف اه وانا اخويا ما عمرني ما خدمت ما عمرني ما جربت لا بيع ولا شراء ما عارفاش فين نمشي ما عارفه ما ندير ما عرفت شي حاجه مغلوبه ما كنلقى ما نصرف على وليداتي كان بيغي حويجي باش كنصرف عليهم ونظموا لكرة تيقول لي تيطالبني بالكرة تسع شهور ديال الكرة وانا ماشي في استطاعتي باش نخلص تسع شهور مشى عند في المرة الاولى فاش شرا هو الدار عند خوه جا عندنا تيقول لي نخويو ليا دار يعني هو ما باغيش فلوس الكرة باغي غير نخويو ليه الدار ومني خلا حتى تشد الراجل ديالي ولا كيقول لي عطيني تسع شهور ديال الكرة تسعة شهور حين تشاديك تلش حيت هو فاش رد شرا في فبراير فبراير شهر تلاتة مارس بدا الحجر الصحي مارس ابريل وماي تلت شهور ديال الحجر الصحي ما كيخدم حتى واحد الحجر الصحي راك عرفتي شيء مانعينو من البيع والشراء صافي بقى جالس ما كاين اللي صرف علينا ما والو ما خديناش الدعم ما استفدنا منه ما والو صافي وتأزم وتجمعت علي اليوم اخويا هاد السيد تيطالبني بتسع شهور ديال الكرا وانا ما عندي من نصرف على ولادي خمسة ديال الوليدات والوقت مأزمة وما كاينش حتى واحد اللي كل واحد مشيتي عندو تيقول لك حتى انا راه مأزم والجائحة راه كنا مأزمين ما كاين لا بيع لا والله يحسن العون عندي ما عنديش والديه ميتين خواتاتي تا هما الله يحسن العون تا هما راه غير اختهم كبيره عليهم اللي تتصرف عليهم وهم عي جالسين وحده دايره كسيده وحده مسكينه راه جالسه ما خدامينش خد بجوجهم هذيك اللي دايره كسيده هي اللي لها الدوا وكل شيء هي اللي تتصرف عليها الحاله العائليه ضعيفه وانا يا هاد الوليدات ما ما كاينش باش نكون معاهم ما كاين لا خدمه لا والو ما تنعرف لا نبيع لا نشري لا حتى حاجه وهما باقين صغار ما نقدرش نخليهم في الدار يمشيو ليا للبوطه ولا يمشيو ليا للشرجم راك عرفتي الدار الصغار عقلهم صغير وهاد السيد خلى حتى تشد الزوج ديالو تيطالبني بتسع شهور ديال الكره وانا منين غنجيب ليه تسع انا ما لقيت ما نوكل ولادي داكشي كنبيع غير حويجي باش كنصرف عليهم ملي تشد بهم وانا تنبيع غير حويجاتي باش نصرف عليهم وهاد السيد هذا تيقول لي تجيب تي لي ورقه عند المحامي ها هي وتيطالبني بتسع شهور ديال الكره تمنتاشر ألف درهم تسع شهور ديال الكراكاريا بربعين ألف ريال ملي مشيت للمحكمة قالوا لي خاصك تخلصي تسع شهور ضروري قالوا لي سيتي تسالك تسع شهور خاصك تخلصيها ولا ما خلصتيهاش مني غتسالي خمسطاشر يوم تاع الإنذار ديال المحامي راه غادي تحكم عليك المحكمة بالإفراغ غادشي لي يقولوا لي في المحكمة وأنا يا ما عنديش تقهرت مشيت قلبت كيقلبوا لي الناس على الكرة تقول احنا ما تنكروش خمسة ديال النفوس ما نقبلوهمش حتى واحد ما كيبغي الوليدات اللي كيسمع عندي الوليدات حتى ما تيزعم يكري لينا وانا ما بغيتش الزوج ديالي خرج من الحبس والقول وليداتهم تشردين وفي الزناقة هما باقين صغار والزمان صعيب والزمان صعيب والوقت صعابت وزمن ديال كورونا الوقت عيانا وراكم عارفين البيع والشراء والازمه على كل شيء الله يحسن العون واليوم الله يجازيكم بخير تنطلب من المغاربة ديالنا داخل وخارج أرض الوطن يتعاونوا معنا ويشوفوا فينا على وجه هاد الوليدات الصغار باش ما يضيعوش ويتشردوا في الزناقي وانتم عارفين الزناقي اشنو كيجي من وراها كيجي غير الافات والله يجازيكم بخير والله يخلي لكم صحتكم ويخلي لكم معز عليكم وشكرا